تخلط على مستوى رقعة الملعب. الله يحسن العون كما قال صح تعبير في هذه الحالات. نتابعون المحاولة من جانب محسن يجوف، فرصة من جانب مغربة تطواني، يمكن التصويب من خضرو، فرصة 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 داخل منطقة العملية، تصويبة ممتازة وهدف له. أكيد أنه عزيز العامري سيكون سعيدا. نتابعون خضرو وتمويه على مستوى التمرير، زوير نعيم أيضا مشات عند عبد المولى دومي وقام بالتصويب، قام بالتصويب، مشات الكرة مباشرة صوب المرمى معلنة عن الهدف الأول في هذه المقابلة. أكيد أنه لو كان هذا الهدف في أنه شد القميص، هنا غنتابعه كان شد القميص. دقيقة 72، محمد عسكري يستعد ينفذ ويضيع سينا